شو هذا ابو شهاب؟ شايف باب الحاره مفتوح والحارس ابو ماجد مو بمحله. ما معقول ابو ماجد ما بيترك محله بهيك وقت ابدا. ابصر زعيم، ابصر شو صاير. شو ها؟ كل الدقاقين مفتوحة وما فيها حدا. أنا عم بحلم يا أبو شهاب؟ عم بحلم ولا اللي شايفه مزبوط؟ مزبوط زعيم مزبوط. لك كانت أبو عصام وأبو سمير، لك وأبو مرزوق وأبو حاتم، كله مفتوحة وما في جنس مخلوق بالحارة. زعيم الحارس أبو ماجد مكمم ومربط ومسدود جوا. وباب المضافة كمان مفتوح. فوت أبو ماجد فوت. الغريب إنه مو رايح شي من الدكاكين، يعني ما في سرقة زعيم. يلي عمل هيك عملة ليش رح تقشره؟ يلي عمل هالعملة بده يعلم علينا. شو يا أبو ماجد؟ وين شباب ورجال الحارة؟ قل لي بالضبط شو صار معك. رجال الشباب الحارة راحوا يسهروا ببيت أبو ديبو. مين هذا أبو ديبو؟ زعيم أبو ديبو بيكون سهروا لأبو حاتم، لأنه هذا بعد ما جاء رجع ابنه ورد مرته عزمهم لعنده على البيت، فراحوا كل آياتهم يسهروا عنده بالبيت. وأبو عصام راح معهم؟ وأبو عصام وكل رجال الحارة راحوا سوا لهنيك وأمنوني على الحارة. ايه وشو صار بعدين؟ ليش هيك الحارة قايمة قاعدة؟ أنا قاعد عند الكلباء، دخل علي واحد ملتم طلب شربة مي. أنا بصراحة خفت منه وتلبكت، سألته مين؟ قبل ما يجاوبني ما ريت لأجا واحد من قفاي ولت كنني كني وما عاد خلاني أحكي ولا أصرخ ولا أعمل أي صوت. بعدين دخلوا اثنين ملتمين ومعهم قارس، صاروا يفتحوا البواب ودكاكين الحارة كلياتهم. بعد ما سحبوني على الدكانة تبع الحلاق وربطوني على الكرسي وهربوا. وما قدرت تتعرف على حدا منهم؟ والله سيدي ما قدرت، مثل ما قلت لك كانوا ملتمين، حتى ولا واحد حكى من بيناتهم ولا كلمة. ولا ضربوك؟ لا ولا ضربوني. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والضغط على سبسكرايب وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.